تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 مع قادة الدول العربية والاسلامية والصديقة. عرب جلالته فيها عن خالص تهنيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار. سائلا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة